يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أو كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا كان هذا الشخص الذي خاصمته لا يصلي ولا يصوم ويفعل المنكرات، فهل يعتبر خصامي له حراما أم ما هو المقصود من هذا الحديث؟ الهجر، هجر المؤمن، لا يجوز فوق 3 أيام إذا كان على أمر من أمور الدنيا. إذا كان الهجر للمسلم على أمر من أمور الدنيا فإنه لا يجوز فوق 3، بل عليه أن يصالح أخاه وأن يسلم عليه إذا لقيه، ومع أنه لا ينبغي ابتداء أن يهجر على أمر من أمور الدنيا، ولكن لو حصل شيء من الهجر فإنه لا يتجاوز 3 أيام، وهذا هو المراد بالحديث: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يعني إذا كان الهجر على أمر من أمور الدنيا. أما إذا كان الهجر لأجل معصية ارتكبها ذلك المهجور، كانت هذه المعصية من كبائر الذنوب ولم يتركها، فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل، وإذا لم يمتنع عن فعل المعصية ولم يتب فإنه يهجر، لأن في الهجر تعزيرا له وردعا له لعله يتوب. إلا إذا كان في هجره محذور بأن يخشى أن يزيد في المعصية وأن يترتب على الهجر مفسدة أكبر، فإنه لا يجوز هجره في هذه الحالة. فهجر العاصي إنما يجوز إذا كان من ورائه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة أكثر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.